السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة. ضيفنا المتميز دائما وحلقة متميزة دائما. موضوعنا النهاردة موضوع جديد شوية عن المواضيع اللي اتكلمنا فيها قبل كده. موضوعنا اللي يعني ما سمعناش عنه من أو ما بنسمعش عنه، موضوعنا هو الذبحة المعوية. احنا سمعنا كتير عن الذبحة الصدرية وأعراضها وتأثيرها والأسباب المؤدية ليها، لكن النهاردة هنسمع عن الذبحة المعوية، إيه الأسباب المؤدية ليها، إيه المشاكل اللي بتسببها. يقول بعض العلماء إن الذبحة المعوية هي سبب من أسباب التدخين بطريقة شرسة أو شرهة، تؤدي إلى تصلب الشرايين المغذية للأمعاء. إيه هي الذبحة المعوية؟ أسباب الذبحة المعوية نعرفه مع ضيفنا المتميز دائما الدكتور محمد منيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي. أهلا بك يا دكتور. أهلا أستاذ محمد. يعني سعداء بوجودك معنا دائما يا دكتور. ربنا يبارك فيك. الذبحة المعوية. الذبحة المعوية. إيه الجديد؟ مفيش، هو الموضوع ده قديم منذ آلاف السنين. وهو عمل زي ذبحة القلب. ويؤدي الى الوفاه زيه زي ذبحه القلب، يعني اذا جت حاده مره واحده هيؤدي الى الوفاه في خلال مده زمنيه محدوده جدا. وهي بتيجي نتيجه انسداد الشرايين بتاعه المعده، ممكن تيجي للصغيرين ممكن تيجي للكبار، الاكثر شيوعا انها تيجي للكبار. هي ممكن تصيب الامعاء الدقيقه، ممكن تصيب القولون، يعني ممكن القولون يبقى احد الاعراض بتاعته. اعراضها عاده بسيطه، ما فيش فيها اي أعراض غريبة، ألم بسيط بعد الأكل في خلال ساعة ويخف بعد ساعتين إذا كان الموضوع مزمن وما كانش حاد. ده للناس اللي هي عندها تصلب الشرايين نتيجة التدخين ونتيجة إن عندهم كوليسترول عالي. وهنا بيبان الحاجات، نفس الحاجات اللي بتعمل هذا التصلب اللي بيؤدي إلى الذبحة الصدرية هو اللي بيؤدي إلى الذبحة المعوية، هو اللي بيؤدي الى ان الناس بيجي لها دي شرايين القدم. هو نفس الموضوع واحد، واذا حاولنا نحافظ على الشرايين فهو نفس الطريقه. يعني العالم الالماني اللي هو فيركاو من 105 سنه، ده الماني، اكتشف فكره ترسب الشرايين، الكوليسترول في الشرايين، وقعدوا يفكروا ازاي نعالج هذه اللي هو مصيبه التجلط. يعني يا دكتور التجلط ولا ليس التجلط، ضيق الشرايين، ضيق الضيق نفسه. الضيق. اما التجلط دي قصه هحكيها لك دلوقتي، برضو بتحصل للناس اللي بيجي لهم ضيق في الشرايين الرجل. فجاه تلاقي واحد جات له غرغرينه في رجليه، فجاه واحد فقد الابصار. لا ده موضوع كبير. يعني هي القصه كلها، انا شايف فيلم الاكل بيداعب نفسه على لسان المريض وبيتحرك ينزل الى من البلعوم الى المريء ونزل في المريء. بس ماشي ببطء، ليه الاكل ده ينفع كده؟ وبعدين بينزل من المريء دخل المعده، في المعده، المعده بتتحرك في يعني في حاله كانها بتعمل مضغ للاكل وتذيب هذه اللقمه وبتعدي من عضله الفؤاد وبعد عضله البواب اللي هي بتنزل على الاثنى عشر. اللقمه ابتدت تجري هنا في الحته، مع ان الحته دي المفروض تبقى بطيئه فيها، ويتم الامتصاص الاكل من هذه المنطقه. تخيل بقى الذبحه المعويه بتيجي في النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الشرايين اللي بتغذي هذه الامعاء هي اللي بيبقى فيها مشكله. لو حصل جلطة حتة بتموت من الأمعاء، سواء الأمعاء الدقيقة أو القولون. تمام. فالحركية بتاعت هذا الموضوع ونزول الأكل والامتصاص إذا ما كانتش سليمة، أنا يعني ده خرجنا من القصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. العالم اللي هو فيركاو من 105 سنة اكتشف فكرة تصلب، وما كانوش عارفين يحلوها،
يعني. وظهرت بعد كده أدوية الكوليسترول بعد محاولات وتجارب فظيعة في سنة 1950، وبعدين ما لقوش أدوية الكوليسترول إلى سنة 1974 78، وبدأ تداول أول دواء كوليسترول حقيقي من مشتقات الفطر اللي اتعمل منه البنسلين تمام سنة 74. شوف القصة يعني فترة زمنية كبيرة، القصة الزمنية طويلة جدا، وتحكي لك ان الناس ما قبل ذلك كان الموضوع في غياب الظلمات وما كانش حد عارف. بعدين ظهر تطور الأشعة، ما حدش كان فاهم ان بيحصل ذبحة للأمعاء، واحد بطنه وجعته يقول لك ده مات بتسمم وتوفاه الله. قصة كانت أغرب من الخيال. واحد مضغ حتة لحمة تقيلة وقفت في زوره، النهاردة بنقدر نحلها بالمنظار. بس أنا بحكي لك إن العالم كان بيقف زمان، أو ناس ممكن تفقد حياتها على حاجات بسيطة، وممكن نمنع حدوث هذا الكلام. في حاجات بقى، ده اللي احنا بنتكلم عليها، التراكم العمري اللي هو الموضوع المزمن، حصل تصلب شرايين، ابتدى ياكل، بطنه توجعه في خلال ساعة، خلال ساعة يخف في خلال ساعتين، بطنه كل. مش مرض، مش العرض مزمن يا دكتور بيقفل. العرض مزمن ده الناس بتبتدي تخس، تخاف تاكل، ممكن يخش الحمام يبقى يلاقي اسهال مدمم او براز مدمم، ونعمل مناظير ممكن تعدي على ناس كثيره جدا لانها امعاء دقيقه، والامعاء دقيقه مش شرط يكون معاها نزيف من فيتعمل المنظار ويبان سليم، يقول لك لا ده ممكن وحمه قولونيه في حته ما، الناس تبتدي تتوه. يعني عشان كده التشخيص بيبقى دي، يعني دي انا قريت عن الموضوع ده قبل الحلقه يا دكتور، لقيت ان معظم المقالات بتقول من اصعب الامراض اللي بيتم تشخيصها. بالظبط، يعني بنجد الطبيب يجد صعوبه في تشخيص او الوصول الى المرض يعني، وعلشان كده المرض مش منتشر بصوره. هو موجود بين بس المهم لا موجود بكثافه، يعني اللي عنده ذبحه شرايين، عنده مشاكل في القدم، عنده مشاكل في الاطراف، عنده نفس هذا الكلام وبنشوفها. بس المهم يتشخص صح، تشخيص. احنا دايما بننسى هؤلاء الناس، ودايما بنبص له على انه راجل كبير، لكن الحقيقه ممكن تيجي لشاب صغير عنده امراض تجلط، عنده مرض امراض خلل في بروتين اس، خلل في بروتين سي، خلل في فاكتور 5 مثلا الجيني، فممكن يحصل جلطات في هذا المكان. في ناس ممكن يبقى عندها التهاب مناعي في هذه الشرايين، حاجة اسمها فاسكولايتس، التهاب مناعي في الشرايين. والتهاب المناعي في الشرايين ده ممكن يصيب أي شريان في الجسم. أنا بس بنقلك من قصة لقصة، مش عشان حاجة، إن يمكن أبعاد الموضوع ندرس إحنا يمكن حد بيسمعنا طبيب يبقى مستوعب. يعني في نوع من هذه الأمراض يعني اللي هي خاصة بالذبحة، ده نوع من حاجه اسمها بولي ارترايت نودوزا، وحاجات بتصيب الاطفال وحاجات بتصيب الكبار، حاجات مرتبطه بفيروسات كبديه زي فيروس بي. يعني هي في قصص طويله في هذا، لكن في واحد سنه كبير ابتدى يمضغ الاكل مش معتاد، ابتدى يشعر برعشه تيجي تلمس جبهته، الم فظيع وكانك بتكويه بالنار. طيب دكتور، هل يمكن اكتشاف هذا المرض من تشخيص مبدئي للامعاء او التشخيص السريع لهذا الامعاء او للمرض نفسه؟ انت محتاج طبيب شاطر مذاكر اسباب الام البطن بشكل جيد، محتاج يبقى فاهم الاسباب، زي ما احنا بنكلمك مثلا على التهاب المناعي للشرايين، على الحاجات اللي هي بتزود معامل التجلط، على الامراض المناعيه زي الامراض بتاعه الذئبه الحمراء والمشاكل بتاعه الانتي فوسفوليبيد، الخلل بتاع هذه الاشياء، الناس اللي مستوعبه ان اللي عنده امراض قلب حاجه رفرفه اذنيه. طيب يعني دكتور معانا اتصال، هنروح الاتصال ونرجع نكمل. قوي استاذه خلود، احنا اسف يعني اطلنا على حضرتها فترة طويلة. لا وقت ما يجي اتصال احنا نسعد بالناس. طيب جميعا دكتور، نتكلم عن آلية التشخيص المبدئية وآلية التشخيص بقى بعمق، ازاي اقدر اوصل للمرض رغم صعوبة تشخيصه؟ احنا هنقعد نعمل اشعاعات كتير جدا، موجات صوتية مش هيبان حاجة، ممكن نعمل منظار يفلت على طبيب ما ياخدش باله،
لكن افضل حاجه ان احنا نعمل الاشعه المقطعيه عاليه التباين بالصبغه، او الرنين المغناطيسي اللي بالصبغه في الامعاء. فده هيقول لك في اماكن الضيق، في ضيق حاد، يعني واحد النهارده كان سليم زي الفل وجاله ضيق لحد دلوقتي، فلازم تشك فيه جيدا وتبقى جاهز. يبقى حتى الناس اللي بتستقبل العيانين في الطوارئ بتاعت المستشفيات يبقوا فاهمين ان في هتنقذ حياه بني ادم. في واحد احنا ممكن يتوفاه الله بسبب انه ان مش اهمال، انه مش مذاكر الحته دي، انه راح المكان بتاع الطبيب اللي مش عارف ان في حاجه اسمها ذاكره. احنا ليه اتكلمنا على هذا الموضوع؟ لان ده موضوع بيحتاج المزمن فيه هيقابل الناس العواجيز اللي زي حالاتنا اللي عارفين يشخصوا العيان. لكن هتروح في الطوارئ في بعض المستشفيات اللي هي البسيطه احيانا، مستوصف صغير احيانا، ما هو يعني برضو بيبقى محتاج ان في لازم خبره من ان لا ده ممكن يبقى فيه مش انسداد معوي. مش بنتكلم على انسداد معوي، ده جلطه في الشريان. اما الضيق الشرايين المعتاد فده ما فيش مشكله، ممكن يروح ويعدي من هذا الطبيب وهيكشف عند واحد واثنين وثلاثه، ففي واحد هيشخصه. نعم. طب هل العيوب الخلقيه في الشرايين يا دكتور او ضيق الشرايين تؤثر او تؤدي الى المرض بشكل او باخر؟ وارد طبعا. ده في ناس عندها ارتفاع ضغط وحصل لهم انشطار في الشريان الاورطي، انشطار تمدد في الشريان الاورطي، ممكن يعمل ضيق في الشريان اللي طالع اللي هو السوبيريور ميزنتريك اللي هو بيغذي هذه اسمه كده السوريان، مش يعني الاعلى بتاع البطن. فممكن يديلك نفس هذه الاعراض ونتيجه ان هو من مكان يعني هي قصه طويله، بس هي عايزه بعد سريع، لان الحلول سهله تقدر تنقذ العيان. يعني مش تنقذه ان انت تشيل الجزء الغرغرينه او الجزء، لا ده تنقذه قبل ما يحصل هذا الوضع. طب ازاي يا دكتور يعني لما نعرف اليات العلاج لازم نعرف الاسباب المؤديه للمرض نفسه، ايه هي اهم الاسباب او اخطر الاسباب التي تؤدي الى اصابه بهذا المرض؟ ما ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني في امراض مناعيه، في امراض في الدم نفسها، في الناس الدم. بقى اللي عندها تصلب شرايين، يعني القصص بتاعت هذه زي ما حكيت لك على الدواء الامراض اللي هي بتاعت الالتهاب المناعي للشرايين. التهاب المناعي اللي في الشرايين ده هدي لك مثال بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه. حد سنه فوق 60 سنة مش عارف يمضغ الاكل جيدا، فجأة صحي الصبح فجأة ألم شديد في الراس مع تلامس اي في الجبهة، ده ممكن يفقد الابصار في خلال ساعات اذا ما انقذناهوش. يعني ده فكرة الالتهاب المناعي. في ناس فاكرة ان التمبرال ارترايتس، انا بس بقول الاسم علشان لو بيتابعنا اطباء، او ان في حاجات ما تحتاجش ان انا انتظر، لا ده صداع عادي عابر هيعدي. لا ده انا لو بتلامس مع الجبهه وحد فوق سن الستين اعمل له سرعه ترسيب، بيتشخص بسرعه الترسيب يعني اللي هو الجزء البدائي، لكن هو بيتشخص باشياء اخرى يعني بالعينه وباشعاعات و فسرعه الترسيب بيلاقيها فوق ال100، فده لازم تلحقه بأدوية مثبطة للمناعة تنقذ إبصار هذا الرجل أو السيدة بشكل غير عادي. هي عايزة دقة. الناس فاكرة أن هو مرض مناعي يصيب الشرايين يبقى ده مرض طالعين معانا وإنه إحنا صغيرين، ده بقولك مش هيصيب إلا فوق 60، يعني ليه أسباب معينة. في مرض تاني اسمه شيرج شتراوس، ده نسبة إلى اسم الدكتور اللي اكتشفه، ده بيجيله أزمة صدرية، بيجيله حساسية صدر، نعم، وألم في البطن جزء من الموضوع، بس في حاجات يعني اللي بيسموه بولي ارترايتس ده اللي ممكن يحصل معاه ضيق شديد بقى ومشكله حقيقيه. ففي حاجات حلها علاجي، ادويه مثبته للمناعه او علاج المسبب الرئيسي، في حاجات بنديله ادويه سيوله، في حاجات بتيجي نتيجه جلطات، الناس اللي عندها رفرفه اذنيه في القلب. طب احنا معانا اتصال يا دكتور، نروح لاستاذ زيد من القاهره. السلام عليكم استاذ زيد. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. عايزين اخش مع الدكتور. هو الدكتور مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
والله يا دكتور انا من سنه ونص معاك يا استاذ عيد، اتفضل. عملت عمليه بواسير وشرخ، وبعد كده بعد العمليه قعدت انزل مخاط. حصل ايه؟ لغايه تاريخ اللحظه دي، ورحت قبل عملت منظار، عمل هو عامل منظار بس اشعه مطبوعيه، قالوا لي التهابات، ولغايه دلوقتي باخد في العلاج وماشي مظبوط، برضه المخاط بيغيب يعني من تحت، وقالوا لي قولون عصبي. احنا عندنا كم سنه يا استاذ عيد؟ انا نفس القصه وتعبان. عندنا العمر كم سنه يا استاذ عيد؟ 38. ربنا يديك صح. عملنا جراحات قبل كده غير الشرخ والبواسير؟ عملت اشعه بالمنظار على مهني على حفوه. بناخد اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط، سكر، اي مرض مزمن؟ اخذت فتره للقولون، قالوا لي قولون لي 10 سنين كنت باخد زياده. عندنا حساسيه صدر او حساسيه من اي دواء او اي شكوى مرضيه قديمه قبل كده؟ والله انا لو لحقت شويه غباره ممكن اقعد اكحها كده يعني واطلع بلغم. اكتر حاجه بتضايقك المخاط؟ في اسهال مع المخاط ده؟ وبعد الاحيان كل شهرين ثلاثه بتم ترسيمات بالدم، ولما اشوفه بتضايق اكتر، وممكن اقعد في البيت يعني واكتئب واتعب نفسي. الف سلام عليك، وهجاوبك على هذا الكلام عينيا. شكرا استاذ زيد. شكرا استاذ زيد. في دم ومخاط من فتحه الشرج، فدم ومخاط عندنا يعني اسباب كثيره لكلمه دم. هو عمل المنظار، انا علشان اقول قولون عصبي، القولون العصبي من صفاته ايضا في مخاط، ما نقدرش ننكر، بس عشان نشخصه المخاط لوحده لا يكفي. المخاط ده بينزل مع الامراض المناعيه زي التقرح القولوني ومرض كرونز، وبيظهر في السرطانات والاورام والمشاكل المناعيه واشياء كثيره جدا. فما ينفعش ان انا بس وبعايا دم، فعندنا شرخ وبواسير قديم قبل ذلك، فده موضوع اخر. لكن في حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، هو ما قاليش غير مخاط، ما قاليش غير مخاط من هذه الصفات. كان المفروض المنظار ياخد عينات حتى من الاماكن السليمه بتاعه القولون. في امراض قولون اسمها التهاب القولون الكولاجيني، في امراض التهاب القولون الليمفوسيتي، في حاجه اسمها التهاب القولون الايزينوفيلي. هات لي حد بتشخص بهذه الكلام. كل الناس انت بتروح تتشخص ان عندك قولون عصبي، عصبي وخلص. بس انت ممكن تاخد ادويه تعالج مثل هذا الكلام. الادويه دي ليها مسببات، يعني امراض هذه الـ يعني الـ 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 في حاجات انت بتتولد بيها امراض حساسيه. نعم. و و لكن في حاجات الناس اللي بتاخد مضادات حيويه عمال على بطال. تمام. في حاجات الناس اللي هي بتاخد ادويه المعده عمال على بطال. الناس اللي بتاخد الادويه عفوا انت عايز تقول حاجه ولا؟ يعني انا في سؤال بقى انا عايز اساله حضرتك، يعني بتسال اي متصل على ثلاث حاجات، على السن، وهل بياخد ادويه لامراض مزمنه زي السكر، وهل اجرى بعض العمليات. السؤال ده يعني ليه حضرتك بتسال الثلاث اسئله الثابتين دول؟ او انا بسال هو انا بسالهم مش بالترتيب الطبي قوي، انا بسالهم بالترتيب الخبره العامه السريعه، لكن هم ليهم ترتيب طبي اخر. لكن انا هقول لك انا بسالهم بشكل عام، وكويس ان احنا نعلم بيهم الاطباء. احنا بنسال عملنا جراحات قبل كده، لان كثير مننا بننسى. يعني في ناس بتتشخص مراره يقول لك انت عندك مراره، والمريض عامل مراره بالفعل. في ناس بتشخص زي ده، وانا بس بدي لك الفكر جديد في التشخيص، في علم التشخيص. ليس فكر جديد، ده كلام ستاندرد في علوم الطب، درسناها في كل حته في الدنيا، درسناها في كليه الطب في مصر، درسناها ايام ما كنا بنعمل في، انا اشتغلت طبعا فتره في الولايات المتحده. تمام. ده جزء من اساس التقييم بتاع العيادة. ده جزء لازم تسمعه كويس جدا. فتره زمنيه محدده، وبتساله على يعني اما بتساله بتاخد اي دواء لاي مرض مزمن، فهو بيقول لك الدواء وبيقول لك المرض، هم دول سؤالين مع بعض. يعني السؤال الثاني اللي احنا بنساله انا بسالهم بالطريقه العكسيه. على فكره يمكن الجزء الثقافي والجزء اللي هو التعبيري، لكن هم خمس اسئله مين تمام
فيهم سبع معلومات انت بتشتق. عندك حساسيه من اي دواء؟ ده مهم جدا انك تسال عندك حساسيه من اي دواء ولا لا. تمام. عندك ازمه صدريه، امراض صدريه؟ في ناس كثيره تظن ان عندها مشكله صدريه وهي في الحقيقه عنده التهاب مناعي زي المرض اللي احنا بتاع ملوش علاقه بالصدر بس بيدي لك اعراض الازمه الصدريه اللي هو مرض شيرك شتراوس. في ناس عندها تليف رئوي لانها ساكنه. فانت بتسال الناس انت ساكن في عيان فين؟ يعني انا بديك مثال بس على نقطه احنا اتكلمنا فيها. المرض اللي اسمه فاسكولايتس اللي احنا بالترجمه العربيه بنسميها التهاب الشرايين المناعي. في حاجات بتيجي للطفل، طفل جاله دور برد النهارده بعدها بيومين عنده دم في الكلى ومغص في البطن وبقع في الجلد. تمام. ده نوع مناعي. في واحد بعد اسبوعين مش حاجه يعني جاله دور برد، فده الجزء المناعي اللي هو الاي جي اي، حاجه اسمها يعني نوع من الامراض. في جزء اخر اللي هو برضو مشابه للمناعه، مشابه للحمى الروماتيزميه، بس ده بيجي بعد ده نوع اخر بيجي بعدها باسبوعين. في واحد يجي لك بدور برد او واحد يجي لك بعد نزله معويه بنفس هذه الاعراض. يعني افهم حضرتك ان التشخيص الناجح او السليم هو خطوه من خطوات العلاج السليم. انت لازم تسمع من العين كويس، ولازم تكشف عليه كويس، ولازم تطلب له طيب تحاليل وفحوصات. طب دكتور محمد هناخد فاصل ونرجع نستكمل الحديث ونسمع كلامك الجميل وكلامك المتميز دائما. ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود باذن الله تعالى. اهلا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم مره ثانيه وهي عياده الصحه مع دكتورنا المتميز دائما وضيف حلقتنا المتميز ايضا الدكتور محمد منيسي استاذ الكبد والجهاز الهضمي. اهلا بك مره دكتور. اهلا وسهلا. يعني طيب ماشي معنا اتصال يا دكتور قبل ما اتكلم ايسا. طيب استاذ جمعه السلام عليكم. استاذ جمعه الو. اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا استاذ جمعه مع حضرتك سامعينك. طب ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل يا استاذ جمعه ربنا يبارك فيك اتفضل. بعد اذنك يا دكتور انا باكل اي اكله بعدها على طول صدري يولع نار وخصوصا لما يبقى فيها زيت او حاجه زي كده، وخدت جميع ادويه الحاجه اللي هي المتعلقه بيها زي مبرال 20 و40 وراندتين وليكيور، وكشفت اكثر من 5-6 مرات وما بقى لي حوالي 5-6 سنين على الموضوع ده مش عارف له حل نهائي ابدا ابدا. ألف سلامة. العمر كم سنة يا أستاذ جمعة؟ 46 سنة. عملنا عمليات قبل كده؟ بناخد أي دواء لأي مرض مزمن؟ لا لا لا. حساسية صدر، حساسية من أي دواء، أي شكوى مرضية قديمة؟ لا لا مفيش أي حاجة خالص. بتصحى بالليل على شرق يا أستاذ جمعة؟ بصحى بالليل على إيه؟ على شرق شرقان؟ لا 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 لا. ألف سلامة عليك. الوزن قد إيه؟ مليان، رفيع، متوسط؟ لا وزن مظبوط. طب كويس يا أستاذ جمعة، خلاص تابعني وأنا هجاوبك نعمل فيها إيه؟ وعد إن شاء الله مش هيبقى عندك حموضة ولا حرقان تاني. اتفضل. شكرا يا أستاذ جمعة. دكتور قبل ما نجاوب هنوه على المشاهدين الكرام أننا نسعد بمشاركتكم ايضا معنا من خلال ارقامنا الموضحه منكم على الشاشه او من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، وبنعرض عليكم السؤال الحلقه بيقول هل تعاني من الام مبرحه اسفل البطن؟ منتظرين اجابتكم معنا من خلال رسائلنا او من خلال اتصال بينا. نعود للاجابه على سؤال استاذ جمعه. استاذ جمعه بيعاني من ارتجاع مريء، سببه هل يوجد فتق في الحجاب الحاجز ولا يوجد ضعف في العضله؟ ولا عندنا ارتجاع عصاره مراريه نتيجه التهاب في القنوات المراريه وحصوات مراره؟ فلابد في الحاله دي ان احنا نعمل منظار معده. منظار معده مش عشان نشخص بس عشان نفرق ما بين فتق الحجاب الحاجز وما بين ضعف وما بين اذا كان في مضاعفات ولا لا. وفي ناس عندها مضاعفات لهذا الكلام، تحور في الخلايا، فده ممكن يقلب سرطان بالذات اذا كان كنا مدخنين بنشرب كحوليات. فلابد ان احنا نعمل موجات صوتيه على البطن، ولابد ان احنا نعمل طيب ده الشق الاول. بس قبل ما اعمل هذا الكلام هو جرب كل الادويه. الادويه دي ظهرت في عام 1988 لكن هي طبعا ابحاثها بادئه حوالي 10 سنين قبلها. قبل كده كانوا بياخدوا ادويه اخرى. نعم.
في اسباب اخرى، انا قلت لك الثلاث اسباب الرئيسيه، لكن في ناس عندها اورام في البنكرياس بيزيد الجاستريم فيفضل عنده حموضه لا تتفق مع الادويه اللي هو بياخدها. فلابد، احنا قلنا ثلاثه اساسيين، وقلنا ان الادويه جزء من الموضوع، وقلنا ان في مشكله رابعه نادره الحدوث بس لازم نعمل حسابنا فيها. طب ايه الاكلات اللي بتزود افراز الحمض؟ اللبن وكل مشتقاته بيزودوا افراز الحمض. اللبن وكل مشتقاته، محدش يقول لي جبنه، محدش يقول لي زبادي، اي مشتقات اللبن، كل مشتقات اللبن. النعناع بيزودوا الحموضه. القهوه بالرغم انها افضل مانع سرطان ومضاد اكسده في التاريخ. التدخين، المسكنات، الناس اللي بتاخد مسكنات، الفيتامينات، الفيتامينات. النوم بعد الاكل، الامتلاء، الشبع، اي حاجه فيها زيت، سمن، محليات، كل انواع المحليات. البصل والثوم والشطه، المقليات، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، باقي كده، السمين، الشوربه، المياه الغازيه، والعصائر بقى المسكره. الحمض اللي بيطلع في المعده، المعده تتحمله، مفيش فيها مشكله. درجه الحموضه من 2.5 ل 3.5، زي ازازه الكازوزه اللي انت بتشربها، درجه الحموضه فيها عاليه جدا. يطلع على المريء في اوقات غير طبيعيه، يدي لك هذا الحمض بهذه الضراوه. يبقى انت هتمتنع عن هذا الكلام، هتاكل 5 مرات في اليوم، هتاكل خضار، هتاكل فاكهه، هتاكل بياض بيض، عاده لحوم بيضه، فراخ، ارانب، اسماك، دول ده هيبقوا 80% من اكلك. تاكل 5 مرات، تاكل الاكل ده مسلوق بالماء والفاكهه، ني في ني طبعا، والسلطه. الرز، المكرونه، العيش البلدي ده يتاكل مسلوق، واكل بسيط ما يزيدش عن 20%. وجدوا ان في حاجات من الاكلات اللي احنا ممكن ناكلها وبقى في اقراص منها. الجنزبيل، جينجر، الجنزبيل بتمنع هذا الكلام. الرمان، العرق سوس، بيساعدوا على التئام الالتهابات والتحورات اللي هتيجي. تقول لي ده ليه؟ تقول لي ايه الاكل هو ده؟ رب الاسباب، الخالق، اختار هذه الاشياء تعمل كده. يعني بالرغم ان انا بقول لك القهوه افضل مانع سرطان في التاريخ ويمنع السكر ويمنع الذبحه الصدريه، لكن اللي عنده ارتجاع وعنده قرحه معده ما ينفعوش. وهكذا، ربنا عايز ان الاكل ده بالشكل ده يعمل ده، ترتيب معين في السكر. الخالق ده ضد منطقنا، ضد ما نعلمه، لكن ربنا بيوريك اياته في الخلق. سبحان الله. دكتور محمد بنيسي، استاذ الكبد والجهاز الهضمي، يعني نشكرك جزيل الشكر دكتور، على اولا على وجودك معنا، ثانيا على كم المعلومات الهائله اللي بتقدمه للمشاهدين وبتقدمه لمقدم الحلقه وبتقدمه للموجودين في القناه. نشكرك دكتور محمد، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. اشكر زميلي ايضا هيثم حسين كان معنا مخرجا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.